ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي ومولى الكونين ونور العينين وأبو الصبطين وباب رحمة الله الواسعة حبيبنا علي أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله نيابة عن الجالسين والسامعين معنا أحيانا وأمواتنا وخصوصا إلى روح المرحوم والسجاد أمامنا الذي اجتمعنا من أجلها ومن أوصانا وقلدنا الدعاء والزيارة قربة طاعة لوجه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك وأنا أدخل إليك وناديك بما أنت تعلم به من سر ونجواي. الحمد لله الحنان المنان الذي سهل في زيارة مولاي أبا الحسن علي أمير المؤمنين، والحمد لله الحنان المنان الذي جعلنا من شيعة علي ومحبين علي ومزارين إن شاء الله على نهجه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وصلوات ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وعباده الصالحين. السلام على صاحب السكينة، السلام على المنصور المدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد. الله صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مودعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوالف آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة للتقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة على الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والهه، وسبل الراغبين اليك شارعه، واعلام القاصدين اليك واضحه، وافئده العارفين منك فازعه، واصوات الداعين اليك صاعده، وابواب الاجابه لهم مفتحه، ودعوه من ناجاك مستجابه، وتوبه من اناب اليك مقبوله، وعبره من ذكاك فوقك محمومه، وإغاثة لمن استغاث بك مسنودة، ونعانة لمن استعان بك مبذولة، وعدادك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الضمائر مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي الحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعماي ومنتهى مناي، وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، واظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنك أنت أرحم الراحمين يا الله. والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين، وعلى ضجيعك آدم ونوح، وعلى جارك هود وصالح، وعلى الملائكة الحافين والمحدقين بقبرك الشريف. السلام عليك وعلى ابن عمك محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليك وعلى زوجتك وحليلتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي سيدتي نساء العالمين. السلام عليك وعلى أولادك الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك وعلى ابن أخيك مسلم بن عقيل باب الحوائج أبو طاهر والنعم منك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي والأئمة الأطهار وشيعة أمير المؤمنين وأموات الجالسين والسامعين والناظرين، ولا سيما شهداء الحج الشعبي
والشباب الذين ضحوا من أجل الدين والمذهب وشهداء الإمام الحسين وخدام الحسين وبالخصوص الأرواح المرحومة المسجات أمامنا الذي اجتمعنا من أجلها نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.